نجاح أي مؤسسة تعليمية يستند إلى مدى مشاركتها في خلق الفرص والمساحات لتطوير مجتمعها، كذلك إلى قدرتها على دعم البيئة التي تعيش فيها والتعرف على آفاق التطوير المستقبلية على مستوى استراتيجي لخدمة هذا المجتمع. جامعة الملك فيصل ترتكز على حراكها على صياغة كوادر قدرات مجهزة للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعها سواء محلياً أو إقليمياً بشكل رائد في مجال استدامة البيئة وتأمين الغذاء. دعماً لهالحراك، الجامعة تقوم بإبرام شراكات استراتيجية مع صانعي السياسات البيئية والغذائية في المملكة طبعاً، وبشكل متوازي مع القطاعات المتخصصة وقطاعات الأعمال. واحة الأحساء مصطلح أطلق على ذراع الجامعة الاستثماري، طبعاً مشتق من روعة البيئة الجغرافية بالمنطقة، تشتمل على أكبر واحة نخيل في العالم. هذه الواحة ستعمل على يعني الارتقاء بقدرات الجامعة الاقتصادية، قيادتها في أوعية وقنوات استثمارية تستهدف مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية بشكل خاص. ستحاول تفعيل الأنشطة المعززة لهذه المجالات أيضا في القطاعات المختلفة.